السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله كم تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتكم بدر تاك لمعلوماتية. اليوم سوف نعيد المسابقة الخاصة بربح مفتاح كاسبرسكي 2019 لمدة سنة كاملة. هذا بأني قمت بوضع مسابقة في 22 سبتمبر 2019 من أجل ربح مفتاح كاسبرسكي، وقمنا كذلك ب الشروط، وضعنا شروط، وهي بين الشروط الضغط على الاشتراك والجرس واللايك والكومنتار. وبعد ذلك بعد المسابقة أعلننا عن نتائج المسابقة أو الفائز معنا في المسابقة. الفائز معنا كما سوف ترون، الفائز معنا هو عبدو لاميسا هكذا، يعني لا داعي لذكر اسمه بما انه لم يتصل بي الى حد الان، لم يتصل بي بالكومنتار او ايميل او اي شيء. لذا اردت ان اعيد الفيديو، ان اعيد المسابقة، وهي نفس الشروط الاولى. الشروط الاولى وسوف ترون الفيديو اسفل القناة، نفس الشروط: الضغط على الاشتراك، الجرس، اللايك والكومنتار واحد. وتدوم المسابقة من يوم اليوم من يوم 4 نوفمبر إلى غاية 12 نوفمبر، والإعلان عن النتيجة يكون يوم 15 نوفمبر إن شاء الله عن الفائز. ونفس الشروط كما قلت، الشروط هي الضغط على الاشتراك والضغط على الجرس واللايك والكومنتار واللايك إن أمكن، اللايك إن أمكن، و كتابة التعليق. التعليق هو واحد أو اثنان، لا داعي لأكثر من اثنان. إذا شاركت بأكثر من اثنين تعليقين، اثنين دو كومنتار، فهو مقصي المشارك، مقصي مباشرة. الاشتراك والضغط على الجرس كما قلت في السابق، وكتابة كومنتار واحد أو اثنين، وبارك الله فيكم.